لما بدأنا حملات الكشف على سائقي الحفلات المدرسية، احنا بدأنا في 2017، والحقيقة كانت نسبة التعاطي ما بين سائقي الحفلات المدرسية كانت 12%، ودي نسبة مخيفة. طبعا كان في توجهات من القيادة السياسية ان احنا نكثف الحملات على سائقي الحفلات المدرسية لحماية طلابنا وللحد من الحوادث اللي هي كانت بتبقى منتشرة بسبب تعاطي سائقي الحفلات المواد المخدرة. احنا الحقيقة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نبيل القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في لجان ولجان عمل مشكلة، وده بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات. والحقيقة دي اللجان بتنزل بشكل مفاجئ للكشف على سائقي الحفلات المدرسية وتؤكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة. النهاردة وأنا بكلم حضرتك، نسبة التعاطي انخفضت اللي كانت في 2017 12% ما بين سائقي المدارس، النهاردة بقت 2%، يعني أقل من 0.5%، بسبب استمرارية تكثيف الحملات وطبعا نزول الحملات بشكل مفاجئ للكشف على سائقي الحفلات المدرسية. احنا مش بس كده، كمان احنا عندنا انقاذ الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي هو 16023، كمان بيتيح خدمة ان هو بيستقبل اي شكاوى من اولياء الامور، بمجرد بس ان مريض امر يشتبه ان سائق الباص الخاص بمدرسة ابني بيتعاطى مواد مخدرة، من خلال بعض العلامات الدالة اللي ممكن تشير الى ان السائق بيتعاطى، زي احمرار في تحت الاحمرار في العينين، وجود هالات سوداء تحت العينين، الحديث بعصبية، السير ببطء شديد او بسرعه، اعراض يعني واضحه للتعاطي. كلها الحقيقه بعض العلامات والدلائل اللي ممكن تشير ان السائق بيتعاطى مواد مخدره، بمجرد ما بتتصل بالخط الساخن اللي هو 16023 التابع لصندوق مكافحه وعلاج الادمان، بتنزل اللجنه بشكل مفاجئ للكشف على السائقين داخل المدرسة، ولما بيتبين أن السائق بيتعاطى مواد مخدرة بيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصله من العمل، بجانب أن بيتم طبعا إحالته إلى النيابة بتهمة طبعا القيادة تحت تأثير المخدر، وبيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وعشان كده على مدار السنوات الماضية وفي ظل تكثيف الحملات المشكلة، الحقيقة انخفضت نسبة التعاطي من 12% في 2017 إلى 2% في الوقت الحالي. الحقيقة يعني زي ما قلنا، ده رقم الحقيقة وإنجاز كبير كان لابد إن احنا نشير إليه. وخلينا كمان نأكد إن الخدمة اللي بتقوموا بيها، إن لو ولي الأمر بيشك في السائق الخاص بأتوبيس المدرسة للأولاد ممكن يتصل ويبلغ، وحضراتكم بتتحركوا بشكل مفاجئ وبتكشفوا على السائق. بنأكد على الرقم 16023، ده رقم الخط الساخن لتلقي الشكاوى. زي ما اتكلمنا على سائقي الحافلات يا استاذ مدحت، خلينا نسأل مين الفئه اللي بعد كده مستهدفه؟ يعني دول كان ليهم الاولويه، مين ايضا من الفئات المستهدفه الوصول اليها لتقليل نسب تعاطي المخدرات؟ خليني احنا كمان بالتوازي مع الكشف على سائقي الحافلات المدرسيه، احنا الحقيقه بنشفت على العاملين في الجهاز الاساسي للدوله في كافه المؤسسات والمصالح الحكوميه، تنزل حملات مفاجئه للكشف على موظفين. والحقيقه احنا هدف هذه الحملات هو تضييق الخناق على الموظف المتعاطي المواد المخدره، بحيث ان احنا بنوفر له الخدمات العلاجيه، لان احنا كمان يعني بجانب ان احنا بننزل حملات الكشف، احنا كمان بنوفر الخدمات العلاجيه لمرضى الادمان مجانا وبسريه تامه. احنا عندنا 28 مركز علاجي منتشرين في 17 محافظه، بيقدموا الخدمات العلاجيه وفقا للمعايير الدوليه ومجانا وبسريه تامه، بمعنى ان الخدمات العلاجيه داخل المراكز العظيمه التابعه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان لا تقتصر على سحب السموم من المريض الادمان، ولكن بتمتد الى خدمات التاهيل الاجتماعي، الدعم النفسي، حتى كمان التمكين الاقتصادي، ان احنا بنعلم المتعافين داخل المراكز العظيمه على الحرف بيحتاجها سوق العمل، وده الحقيقه في اطار اعاده تمكين مره اخرى في المجتمع. تمام. كمان الحقيقه احنا بنستهدف كمان افتتاح 6 مراكز علاجيه جديده خلال الفتره المقبله.